كان، وعرفت كيف تنسق جهودها برغم تنوعها الفكري والسياسي، واستفادت منه باعتباره نقطة قوة في داخل الوطن العربي وفي خارجه. الإخوة الأعزاء، إن صفقة القرن بدأ تنفيذها فعلياً، ويتم العمل على تركيع الشعب الفلسطيني من خلال اشتداد وتيرة العدوان على غزة وتصاعد عمليات الاستيطان والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقلها لسفارتها إليها واعترافها بالسيادة الصهيونية على الجولان إلى غير ذلك. وبالتوازي مع ذلك تستمر أمريكا في الضغط بقوة على كل القوى التي يمكن أن تقف حجر عثرة أمام تمرير صفقة القرن. وتأتي سوريا في طليعة هذه القوى المستهدفة، حيث تستمر الإدارة الأمريكية في تنفيذ استراتيجية إطالة أمد الصراع واستنزاف الدولة السورية من خلال استمرار الدعم للجماعات الإرهابية التي ترعاها تركيا بتنسيق مستتر مع أمريكا، إلى جانب مواصلة دعم الجماعات الكردية شرق الفرات لأهداف انفصالية باتت معلومة، ناهيك عن إعادة تنظيم عمل داعش في المنطقة والانتقال بها من استراتيجية الاحتلال والسيطرة الميدانية تحويلها إلى يعني استراتيجية الخلايا والأعمال الإرهابية الموجعة دون أن تكون لها قواعد ثابتة، إلى جانب تنفيذ مرحلة الاقتصاد لسوريا وتعطيل إعادة الإعمار. كما تواصل أمريكا الضغط في كل الاتجاهات، حيث تعمل على التضييق على المقاومة في لبنان من خلال الضغط المالي سواء على المقاومة أو التلويح بتفليس لبنان، إلى جانب عودة الجدل كل مرة حول شرعية سلاح المقاومة ووجوبية نزعه. كما يستمر الدعم الأمريكي للحرب على اليمن من جهة إدامة الصراع وتفكيك هذا البلد نهائياً وإخراجه من المعادلة، ومن جهة أخرى دعم الأمريكي للسعودية والإمارات مقابل الموافقة والدعم لصفقة القرن.